تعال 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 لازم يكلمنا عايزين يكلمه ما لناش حاجه ما نعملش حاجه عايز تبوي تبوي تدور على العربيه احنا واقفين بهدوء اهو قانون علينا بس قانون هات عاد يا جدعان دي بنت هنا قومها غلط دي بنت يا ابني قومها غلط يا ابني حازم يا عم بقولك من غير ضرب انا احمد اسماعيل خضر انا باحث في جامعه النيل واخد ترم في الماجستير. زي ما كلنا سمعنا من يومين كان في جلسه في قضيه جامعه النيل للطعن بتاع احمد زويل على الحكم الفضيل لصالح طلاب جامعه النيل. اتفاجئنا بعده طعون جايه من مكتب الرئاسه ورئاسه الوزراء ووزير التعليم العالي. امبارح جهزنا لان احنا النهارده ننزل نعمل وقفه عند رئاسه الوزراء عشان نوصل صوتنا بان الحكم بتاعنا بقاله 40 يوم لسه ما اتنفذش. فاحنا في طريقنا لاحظنا احداث مريبه عند المباني بتاعتنا، ضيوفات جديده واعداد غريبه من الامن وغيره. فاهتمينا رحنا نشوف في ايه هناك، اتفاجئنا ان في حدث مهم في المباني. فقلنا نستغلها فرصه نوصل رسالتنا للضيوف اللي هو احمد زويل عازم. طبعنا صيغه الحكم بتاعنا 23 ورقه، طبعنا منهم حوالي 20 30 نسخه. وقفنا نوزع على اللي نقدر نوصله. قوات الامن وقوات الشرطه، قوات الامن اللي دكتور احمد زويل مأجرها زياده النهارده عشان تامن المكان يعني، وقوات الشرطه منعونا نوصلهم وهم داخلين. فاستناهم وهم خارجين بحيث كل عربيه نديها على الاقل نسخه او نسختين من الحكم. بدانا ان احنا ادينا نسخه لفضيله المفتي مفتي الجمهوريه. ووقفنا تابعنا الباقيين لغايه ما جت عربيه دكتور احمد زويل. فساعتها لقينا التامين زايد شويه وفي هجوم شديد من الموظفين الامن الجداد زقونا في كل ناحيه بشكل عشوائي. فساعتها الواحد بدا يخاف على اللي حواليه فبدانا نرتب نفسنا ونتحرك واللي يحسوا انها اتخبط احركه بعيد لغايه ما لقيت نفسي انا اللي اتزقيت من احد موظفين الامن الجداد خصيته النهارده. لقيت نفسي انا اللي اتزقيت اترميت في نص الشارع انا لوحدي وعربيه دكتور احمد زويل. فغالبا هو كان بيستغل فرصة عشان يهرب فسرع عشان يهرب واستفرد بيا خبطني فوقت بعديها بقى مرمي في نص الشارع الناس بتحاول تفوقني من الخبطة اللي حصلت. شكرا لك.